يو واتس جو يوتيوب استبالكم، انا رجعت لكم في مقطع جديد. طب اول حاجه زي اول مره شفنا، ما تنسى تدينا لايك سبسكرايب شير واشتر المقطع، عايزين نوصل 5000 مشترك في اسرع وقت. ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم، ونذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب شباب، نادي لاخواننا في فلسطين واخواننا في السودان، ربنا يفرج همهم وربنا ينصرهم غريبا على القوم الظالمين، وربنا يرحم كل شهداء المسلمين يا رب. طيب شباب، فيديو الليله هنعمل رياكشن على اغنيه شراره. اوكي، شراره نزل تراك جديد، التراك اسمه عرق عرق. اوكي، ف التراك نازل قبل يومين في 21000 مشاهدة و2000 لايك. فانتوا متخيلين شرارة بنفسه بعت لي اللينك؟ متخيلين؟ فيا ما نطول كتير في المقدمة، وخلينا نلبس سماعتنا ونخش نشوف شرارة بيتكلم عن شنو. السماعة جاهزة، كوبايتي جاهزة، لسه ما نسيتك. في واحد قال لي غير الكوباية. بالله عليه بشنو في الكوباية؟ أنا ما أعرف، لكن هغيرها إن شاء الله. المهم خلينا نبدأ في التراك ونشوف عيرك. إيه في جودة. دغنا المر كفاية، دغنا المر كفاية. اوكي، لبس سوداني، جلابية، وعمة، عندك العالم السودان ورا. بناشد القبائل نص ساعة بس في الحاصل، ادونا يا اخو واعي تعرف ان الحاكم متخاذل، نربط الايادي نردق كل جبان وسافل، ننظف ديك ارضنا من شراسة بني كافر، اطفالنا ديك اتحجرت، عزة، بيوتنا ديك اتدمرت، عزة، خايفنا ذاك الزول غلط، عزة، حاكمنا ذاك كان السبب. عزة عزة انت حية لن تموت لن تموت، عزة انت حية لن تموت لن تموت. خربنا يوم بزفوه، داك سوداني في غراه يوم بيحرقوه، داك سوداني من حويته يوم سلبتوه، داك سوداني حرام عليكم تنسوا المواطن، داك سوداني نقف وقف الشعب كل البلد دارفور، ونقرع الطبول عشان الظالم يقور، لازم بس نسور لازم عشان الظالم يغور، لازم بس نسور ثورة وكده، بس نسور 40 مليون حضور، كل السودان يقوم بخط الارض والطول، جنينة لن تزول لن تزول لن تزول، مرسوم بخط العرض والطول 40 مليون. دايم خلينا نرجع هنا تاني، كل السودان يقوم بخط الارض والطول، جنينة لن تزول لن تزول لن تزول، مرسوخة في اللقول في اللقول في اللقول، يوم دقت الزقيرة في دولة الخرطوم، ماشي ما تركز انتقادي كان بنون، بلد سمحة وجميلة الرئيس فيها بنوم، بنسمع فيك رواية انقتل فيها خردون، وين الانصاف انت حاكم ذاتك شوم، ظهر كلام حبوبه منذ آلاف القرون، متفرج البلد شرق قربنا للشمال، صح تجنوا للجنوب قال لك متفرج البلد الشرق غريبنا للشمال، يعني كل واحد هنا متفرج البلد شرق قريبنا للشمال، تجنوا للجنوب ميري ديكم الايال، نتكاتف في بعض زي ما بقول ذاك المقال، الوحده روح محمود نتكلم كلام رجال، بناشد القبائل نص ساعة بس في الحاصل، ادونا يا اخو واعي تعرف ان الحاكم متخاذل، نربط الايادي نردق كل جبان وسافل، ننظف ديك ارضنا من شراسة بني كافر، مجرمين مفسدين شراسة بني كافر، انتو عادة عدين غكيتو قد في عيد اللي يقتل فلسطين، مقرفين مطيعين لليحود راكعين، يحلل صلاح الدين كنت الغايد في حطين، مشروع جنتكم يحلل صلاح الدين كنت الغايد في حطين، صلاح الدين العيوي فلسطين، مقرفين مطيعين لليحود راكعين، يحلي صلاح الدين كنت الغايد في الطين، مشروع جنتكم ما بتنفس فينا، تب الامارات معاهم فقنر اللعينه، هوي برا يا قحاطه ما طالبين سارينا، لعبتكم ديك مكشوفه والشعب سايق السفينه، ايه مطبلين بالجمله وسق قلوب لحوله، متصبرين بالمولى قريب حتزول الاله، هتشرق يا سوداننا من جديد لفتح السلة، سلة غزال عالم والاسم يكسر مجرة، سلة غزال عالم، سلة غزال عالم اللي هي السودان، كم ديك مكشوفة والشعب سايق السفينة، ايه مطبلين بالجملة وسق قلوب لحوله، متصبرين بالمولى قريب حتزول الإلة، متصبرين بالمولى
صابرين بالمولى you know يعني صابرين. خليك تروح يا سودان من جديد لفتح السلة سلة خزال عالم الاسم يغسل مجرة المؤمن مصاب ما هي الهروب والله خراب لكن ذاك مصاب ما قلبه قلبه لون غراب زايد فساد والشعب دافع قلبه لون غراب يعني قلبه اسود you know. اوه جابه حلو حياتي شمتانين في دولة والدولة دي السودان مجانين لحولة سوداننا للأمام صدرنا للمواشي دحب كيلو بالاطنان شوف اودي الخلاص باقين يسبوا في الربام دعار على الإسلام بناشد القبائل نص ساعة بس في الحاصل أدونا يا خواي درف إن الحاكم متغازل نربط الأيادي نردأ كل جبان وسافل ننظف ديك أرضنا من شراسة بني كافر بناشد القبائل نص ساعة بس في الحاصل أدونا يا خواي درف إن الحاكم متغازل نربط الأيادي نردأ كل جبان وسافل ننظف ديك أرضنا من شراسة بني كافر اشتغنا كله جنينة تنزل كل البلد دارفور 249 الرحمة والمغفرة لشهداء الوطن الحبيب آمين يا رب. الليك سنغاوم وننتظر لأنها إرادة هذا الشعب الصامد الصبور سيعود السودان ويعود كل نازح لدياره لن يعزمونا ولن يقتلوا حبنا لهذا السودان الجميل نحن شعب صلب ومتحد وسنواصل النضال حتى استعادت كل غطاء من أرضنا المغتصبة دائما أحدنا أنفسنا على البغاء متمسكين بقيمنا وتراثنا الغني ولن يستطيعوا أن يزيلوا هويتنا الوطنية بعزيمتنا وإصرارنا سنبني وطننا جديدا يسهو بالازدهار والإسلام آمين يا رب إسلام شنو والسلام آمين يا رب آمين دايم تراك حرفيا مؤثر يا شباب ده كان التراك من شرارة التراك 4 دقايق فحرفيا تراك مؤثر يعني you know بيتكلم عن الحاصل في السودان حسي والأوضاع المهم الأوضاع السودان حسي يعني بيتكلم شنو الحاصل وشنو كده you feel me وبس صراحة ده تراك يعني ما محتاجين إننا نغيمه زي ما عارفين يعني تراك كده حادث you know ولا داير يوصل رسالة معينة كده لناس معينين فبصراحة التراك كان تراك كان فاير زي ما قلت لكم تراك عن السودان ف yeah بيناشد الناس وبيناشد الوطن و بيحاول you know يعني بيحاول يعبر عن الوطن وكده لكن بطريقة معينة you know فالتراك اسمه إيريك يعني إيريك يعني جنسية ولا حاجة كده you feel me ف yeah زي ما قلت لكم ما أنا ما هغيم التراك عشان التراك حرفيا ما يعني فوق التغييم you know التراك فوق التغييم فما يستاهل إني أغيمه you feel me عشان التراك بعيد خالص و yeah انتوا رأيكم شنو في التراك اكتبوا لي تحت في الكومنتات وكل الهوب ليجا اشرار حرفيا انت قد تعمل شغل فاير برو فزي ما شفتوا تراك الفات برضو كان عن السودان وكده فيا شرارة كيف جوين مين عن كل الهوب ليجا برو وكل الدعم والاحترام ليجا برو يعني يا توفيق لك وان شاء الله نشوفك كده يعني حاجة كده كبيرة you know في نجاح وازدهار اكتر من الانترفيو ده فيا وبس شباب اظن كده وصلنا لحياة الفيديو اذا عجبكم المقطع ما تنسوا تدور اللايك والسبسكرايب والشير وانشروا المقطع زي ما قلت لكم عايزين نوصل 5000 مشترك في اسرع وقت ويا اشوفكم المقطع الجاي يعني بيس اوت جايز